هاي عندي هون دائرة بسيطة جدا، عندي هون زد امبيدنس، زد الامبيدنس مكون من ار وجي اكس، حطينا عليها فولتج هون، الفولتج هون بالحالة هاي 220 فولت ار ام اس اسمع، والكرنت اللي ماشي هون 5 امبير ار ام اس، ولما يستلم باور هذا هون وات ميتر، قديش طلع معي الباور؟ 350 وات. ايش قيمة ار وايش قيمة اكس؟ ماشي واضح؟ ار زد كان 44 تمام، إذا هلا زد ماجنتيود شو بتساوي؟ 44 بتساوي 220 على 5، قديش تطلع 220 على 5؟ 200 على 5 40 44، إذا هاي 44 اوم، هاي كماجنتيود ها؟ هلا زاوية زد شو بتساوي؟ كزاوية بدها تساوي كوساين ماينس 1، الزاوية اللي كوساينها ايش؟ 350 على 1100 مش هيك؟ مضبوط؟ قديش تطلع؟ 71.44 ديجريز، اوكي؟ ماشي واضح؟ هاي؟ إذا الآن ار شو بتساوي؟ ار بتساوي زد كماجنتيود مضروبة في كوساين ثيتا، واكس بتساوي زد كماجنتيود مضروبة في ساين ثيتا. إذا زد قديش؟ 44. قديش كوساين ب 71؟ 350 على 1100 14 معلش 350 على 1100 طيب ماشي مظبوط 350 على 1100 قديش تطلع؟ وعندي هون 44 في ساين ثيتا شو بيساوي؟ أربعة وأربعين في 350 على 1100 تطلع معي 14 أوم وبعدين عندي هلا ساين ثيتا، ثيتا 71 اذا ساين 71.44 في 44 تعطيني 41.7 اذا زد المقاومه زد بتساوي 14 اوم زائد جي 41.7 ماشي واضحه هاي؟